السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلبة، اليوم سوف نبدأ بمحاضرة جديدة بعنوان الناسرية. طبعا بكتيرية الناسرية تختلف عن بقية الأجناس اللي أخذناها سابقا. الأجناس الثلاثة اللي أخذناها سابقا كانت كلها عبارة عن جرام بوزيتيف. هذه البكتيريا الناسرية سوف تكون عبارة عن جرام نيجاتيف، إذا هي بكتيريا سالبة لصفر جرام. نأتي إلى الصفات العامة General Characteristic. أولا هي تكون جرام نيجاتيف. Arrange in pairs، مرتب بشكل أزواج. Aerobic هوائية. Non spore forming، ما تكون سبورات. Non motile، راح تكون غير متحركة. Oxidase positive، إذا أهم شيء فيها إنه هي تكون Oxidase positive، يعني فحص الأكسدة راح تكون positive، بإضافة ذلك إنها تكون غير متحركة وما تكون سبورات، تكون مرتب بشكل أزواج. There are two important pathogenic species include. نلاحظ أن هنالك نوعان مهمين من أنواع الناسرية، هناك نوعان مهمان يسببان أمراض، إذا النوعان يسببان أمراض. النوع الأول ناسرية من أنتيجيتس اللي هي تسبب السحايا، والنوع الثاني اللي هي الناسرية جونورية اللي يسبب مرض السيلان. إذا نلاحظ أن هنالك نوعان يسببون الأمراض. النوع الأول هي ناسيريا منجيتيس اللي هي سبب السحايا، والنوع الثاني هي ناسيريا جونورية اللي يسبب السيلان. نأتي للنوع الأول ناسيريا منجيتيس. cellular characteristic، الصفات الخلوية. أولا هي تكون جرام نيجاتيف، أوبال بيضاوية أور سفيريكال أو كروية. arrange in pairs، مرتب بشكل أزواج. with adjacent sides flattened، يعني الحواف مالتها تكون مسطحة، تكون مرتب بشكل أزواج والحواف مالتها تكون مسطحة كما في الصورة التي أمامكم. نأتي إلى الكالتشرال كاركترستيك، الصفات المزرعية. number one growth improve onto the media supplement with blood، يعني انه تحتاج الى الدم حتى تنمو في الوسط. كذلك السيرم anesthetic fluid، والسائل الاستسقائي او السائل المغذي. اذا نلاحظ ان تنمو على وسط حامي على بلاد، وعلى السيرم على السائل الاستسقائي او يسمونه السائل المغذي anesthetic fluid. number 2 growth improve by adding 1 to 10% CO2، يعني انها تحتاج الى 8 إلى 10% من ثاني أكسيد الكربون، هذا يعزز من نموها. وإضافة number 3 it is aerobic and grow at optimum temperature 37 degree، يعني أنها تكون هوائية والدرجة الحرارة مثل النمو هي 37 درجة مئوية. بإضافة ذلك ال pH ما راح تتراوح بين 7.4، يعني pH ما راح يكون متعادل عن 7.4، 7 إلى 4 pH الأمثل لنموها. نأتي إلى growth of cereal colonies، النمو الأمثل لمستعمراتها. number one growth in serum broth media shows the moderated turbidity، يعني أن إذا نمت على وسط حاوي على serum broth لاحظ راح تكون عكورة، turbidity يعني عكورة على وسط حاوي على السيرم بروث. number 2 on the blood agar the colonies look moisty، نلاحظ على وسط البلاد اجار المستعمرات راح تكون رطبه، الليبيات راح تكون مرتفعه، سموث ملساء، translucent يعني شبه شفافه، راوند دائريه، كومباكس محدبه يعني مستعمرات تكون محدبه سطح مالتها، no homolysis and 1 mm in diameter، نلاحظ انه تكون مستعمراتها غير محلل الدم، أهم نقطة أن تكون غير محلل الدم، وتكون مستعمراتها رطبة على الوسط البلاد أجار، وتكون ملساء والسطح المستعمرات تكون محدب ودائري. أهم نقطة أن تكون مستعمراتها على الوسط البلاد أجار تكون رطبة، بإضافة أنها تكون غير محلل الدم، يعني تختلف مستعمراتها عن بقية المستعمرات اللي أخذناها لبقية الأجناس.
اللي أخذناها سابقا في المحاضرات السابقة كانت عبارة عن مستعمرات تكون محللة الدم نوع بيتا وألفا وجاما. هوني في هذه البكتيريا أو هذا الجنس من البكتيريا نلاحظ أنه تكون غير محللة الدم، يعني يعني مستعمراتها جميعها تكون غير محللة الدم على وسط البلاد قعر. نأتي للنقطة الثالثة. On chocolate agar, the colonies start appear as described previously. يعني أن على وسط chocolate agar نفس الحالة، نفس الشرح السابق، أيضا تكون مستعمرات رطبة وغير محل الدم على وسط chocolate agar. نفس الصفات. نأتي إلى الباثوجينستي الإمراضية مات. الإمراضية مات راح تكون من كوكال أر ستريك هيومن باثوجين، يعني انه هي راح تكون ممرضة بقوة للإنسان، يعني تكون ممرضة بقوة للإنسان، يعني تصيب الإنسان بسبب أمراض الإنسان بشكل قوي. The root of infection is usually nasopharyngeal and they produce cerebrospinal fluid meningitis. Cerebrospinal meningitis يعني إنه هي راح تكون متواجدة في المنطقة الأنف البلعومي، نوزوفارينجال يعني الأنف البلعومي. وكذلك نلاحظ أن بريسن سباينال من جات سبب سحايا النخاع الشوكي، سان نخاع شوكي سبب سحايا سان نخاع شوكي، بإضافة أنه هي أيضا سبب من كوكل سبتسيميا، سبب تسمم دم السحايا من كوكل سبتسيميا، يعني السبتسيميا يقصد بها تسمم دم. إذا نلاحظ أن هي تكون متواجدة في منطقة الأنف البلعومي وسبب سحايا السان، سبب سحايا السان النخاع الشوكي، بإضافة أنه أيضا سبب سحايا وتسمم الدم. الكلينيكال سامبلز العينات السريرية التي سوف يعني نأخذها من المريض اللي هاي العينات اللي بيها هذه البكتيريا، من هم العينات السريرية أن السي اس اف سبينوسباينال فلويد، معناتها سبينوسباينال فلويد يعني سان النخاع الشوكي، البلد الدم لأنه هي أيضا حتكون متواجدة في الدم، بإضافة للنسفارينكال سواب لأنه هي أصلا تكون موجودة في منطقة الأنف البلعومي، لهذا نأخذ مسحات سواب، مسحات يعني من منطقة الأنف البلعومي. نأتي إلى لابراتوري دايكنوزيس التشخيص المختبري. دايركت سمير أوف سي إس إف، تم قناة مسح مباشر من سي إس إف سائل النخاع الشوكي اللي هو سائل النخاع الشوكي سي إس إف. After centrifugation and gram stain will show gram negative diplococci، يعني بعد ما نعمل بعد ما نسحب السائل النخاع الشوكي من المريض نعمل سنترفيوج وناخذ العينه ونفحصها بالمجهر بعد وضع العينه على السلايد، نفحص تحت المجهر نلاحظ انه هي عباره عن بكتيريا تكون سالبه جرام ودبلوكات تكون مزوجه غير مزوجه. فلاتنت انترا سيلولر واكسترا سيلولر تكون خلوية يعني داخلية، وإضافة إلى إكسترا تكون خلوية خارجية، إذا تكون خارجية خلية تكون موجود تكون إنتراسيلولر داخلي خلوي. من ناحية نمبر 2 كالتشر أون بلاد أجار أند شوكليت أجار، طبعا نحن نزرعها على وسط البلاد أجار، نلاحظ أن هي تكون مستعمرة مثل ما قلنا سابقا، مثل ما ذكرنا سابقا أن تكون مستعمرة تكون رطبة وغير محلية الدم، بإضافة للشوكليت أجار نفس الحالة. هيماتولوجيكال تيست إنكلودينج فحوصات الهيماتولوجي، أن الدي ال سي مثل ما شرحنا سابقا في موضوع النيمونيا نفس الحالة، راح تزيد وسم من كريات الدم الحمراء لكن من نوع المتعادل، الدي ال سي معناتها ديفريشيال ليكوسايت كاونت العدد التفريقي لكريات الدم البيضاء، الانكريس نيوتروفيل زيادة في كريات الدم البيضاء المتعادلة، سبب زيادة في كريات الدم البيضاء المتعادلة. واي بي سي اللي هي كريات الدم البيضاء leukocytosis increased to more than 100,000 cell per centimeter، يعني أنا تعمل على زيادة في عدد كريات الدم البيضاء أكثر من 15,000 خلية لكل سنتيمتر. Number 4 biochemical test فحوصات البيوكيميائية، البيوكيميائية أدنى الأكسيدس بوزيتيف and كاتاليس بوزيتيف، مثل ما أشرنا في البداية لما شرحنا على الصفات قلنا أنه هي هتكون أوكسيدس بوزيتيف، إذا نلاحظ في هذا الفحص فحص الأوكسيدس هتكون موجبة وفحص الكاتاليس أيضا هتكون موجبة. فحص الكاتاليس اللي هو أخذناه في موضوع الستاف
أيضا أعراض البكتيريا حتكون موجبة لفحص الكتاليز، وأيضا تكون موجبة لفحص الأكسيديز. نمبر 5، فرميت جلوكوز أن مالتوز with acid protection only. لاحظ هون أنه راح تخمر السكريات، سكر الجلوكوز أنت وكذلك المالتوز، وكذلك المالتوز. إذا نلاحظ أنه هم نقطة أنه هي تخمر سكر المالتوز. في المحاضرات السابقة لاحظنا أنه الستاف تخمر سكر المنتول، وأدنى النيمونيا كانت تخمر الإنيونين، سكر الإنيونين. هوني بهالبكتيريا نلاحظ أنه تخمر سكر المالتوز، هاي صفة مهمة لها، نتخمر سكر المنتولز تكون حامض فقط. من أكو بكتيريا ما بس تكون حامض، أكو بعض النوع البكتيريا تكون حامض وأس، بس هاي البكتيريا فقط تكون حامض. فمن تخمر السكر المنتوز راح تكون لك حامض. وطبعا تحول وسط إن شاء الله الاختبارات القادمة نلاحظ إنه واحد تم تحول وسط، يعني غير لون وسط، خلال استخدام طبعا عندنا الدلائل إنديكيتور يسموها. إن شاء الله في المحاضرة السابقة راح نشرح الكيمياء، لكن لاحظوا هنا إنه تخمر المنتوز سكر المنتوز وتكون حامض فقط. إنه هنا إنه هنا طب تنتهي محاضرة الناسيريا مينينجيتس، أو النوع من بكتيريا الناسيريا مينينجيتس. نأتي للنوع الثانية أيضا من أنواع الناسيريا، وهي أيضا ممرضة تصيب المرض السيلان، يعني تصيب الجهاز التناسلي، اللي هي ناسيريا جونوريا. ناسيريا جونوريا سيلولار كاركترستيك، الصفات الخلوية مالتها أيضا راح تكون جرام نيجاتيف أوفال بيضاوية سفيريكال وذ أدجسنت سايد كونكيف. هوني نلاحظ إنه الحواف مالتها راح تكون مقعرة بين شيب، يعني تشبه حبة الفاصوليا، يعني نلاحظ انه شكلها تشبه حبة الفاصوليا، تكون مقعرة من جهة يعني من جهة الوسط راح تكون مقعرة، و اسمه من جهة أخرى راح تكون يعني محدبة، تشبه حبة الفاصوليا بين شيب. إذا الصفة المميزة لشكلها أن هي تشبه حبة الفاصوليا بين شيب. نأتي إلى أو أرينج إن بيرز، أيضا تكون مرتبة بشكل أزواج، يعني عشان تكون مرتبة بشكل أزواج، يعني متسقة كأنه حبتان فاصلتان ترتبط مع بعضها البعض من جهة التقعر، تشبه حبة الفاصوليا، تكون بشكل أزواج مرتبة. نأتي إلى الكالتشرال كاركترستيك، اللي هي الصفات المزرعية، طبعا إذا راح تكون إيروبيك هوائية، the best growth at 37 degree and pH 74 7.4 7.4، يعني نفس الحالة. إذا درجة حرارة مثل لنموها راح تكون 37 درجة مئوية وتكون هوائية، والـ pH مالها راح تكون 7.4، هذا الـ pH الأمثل. Number 2 addition of 5 to 10% CO2. لاحظ هنا أنه تحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون بنسبة 5 إلى 10%. هذيك الناسيريا من انتجاتس كان من 8 إلى 10%، هون راح تكون نسبة CO2 اللي تحتاجها هي 5 إلى 10%. نادي نمبر 3، that an enriched media is required for its growth. لاحظ هنا تحتاج إلى وسط غني لنموها، تحتاج إلى وسط غني لنموها حتى تنمو. نادي إلى growth on culture media، النمو في الأوساط الزراعية. Number 1، أن السيرم بروث، growth is poor at 37 degree، يعني أنه على السيرم بروث راح تنمو درجة حرارة 37 درجة، لكن النمو راح يكون قليل in 24 hours، يعني خلال 24 ساعة درجة حرارة 37 درجة مئوية نلاحظ نموها راح يكون قليل. is mainly on the surface with no turbidity. الصفة المميزة هذه البكتيريا أو هذا الجنس عن جنس سابقتها أنه ما حتكون عكورة، يعني مستعمراتها ما تكون عكورة، أنه راح تكون عكورة على الوسط. هوني لاحظ أنه ما تكون عكورة على الوسط، ونمو يكون قليل بدرجة حرارة 37 درجة مئوية بعد 24 ساعة من التحضين، يعني بعد 24 ساعة من التحضين
11 حرارة 37 درجة مئوية، نلاحظ النمو يكون قليل يعني ما كثير. بإضافة ذلك نلاحظ أيضا أنه هي ما تكون العكورة على الوسط، مستوى ما تكون العكورة على الوسط، عكس هذه كان راح تكون المننجيتيس، المننجيتيس راح تكون عكورة على الوسط. نأتي إلى نمبر 2، شوكولات أكار، وسط شوكولات أكار. After 48 hours of incubation, the colonies become round. دائريا نلاحظ بعد 48 ساعة من incubation تحضين على وسط الشوكولات أكار مستمرة راح تكون دائرية، complex محدبة، translated شبه شفافة، gray white with 0.5 to 1 mm in diameter. نلاحظ أن مستعمراتها تكون شبه شفافة ومحدبة ودائرية، وبإضافة ذلك تعطي لون مائل إلى الأخضر جري ويت، يعني ما أقول إذا قصدي رصاصي إلى أبيض، جري ويت يعني لونها يكون مائل إلى اللون الرصاصي إلى أبيض، والقطر مالها يكون نصف إلى واحد مليمتر قطر مال مستعمرات. هذه هون النمو تكون على وسط الشوكولاتة قاعد بعد 48 ساعة من الانكيبيشن بالتحضين. لاحظ مستعمرات راح تكون مستعمرات محدبة دائرية، بإضافة إنه هي أيضا راح تكون تعطي لون أبيض إلى رصاصي جراي ويتش، يعني وايت جراي ويت يعني معناتها مائلة من البياض إلى الرصاصي. هذا من ناحية الشوكولاتة أجار، الوسط الشوكولاتة أجار. نأتي الوسط، أهم وسط لدي هذا الجنس، أهم وسط وهو يعتبر الوسط السلكتيف ميديا كوسط اختياري وهو مهم جدا، هو ثاير مارتن ميديوم. ثاير مارتن ميديوم هو الوسط الاختياري سلكتيف ميديا لهذا الجنس، الجنس النسرية بونيريا يعتبر كوسط اختياري. ليش؟ أسألكم ليش؟ It is the selective media. It inhibits non-pathogenic Neisseria. This medium contains vancomycin, colistin, and nystatin. لأن هذا الوسط يعمل على تثبيت النيسيريا غير المرضى. لأن قلنا في البداية أخذنا جنسين من النيسيريا المرضى اللي هي النيسيريا مننجيتيس والنيسيريا جونوريا. فالنيسيريا جونوريا هي إحدى أنواع الأجناس المرضى. فباستخدام وسط اللي هو الوسط الاختياري اللي هو عبارة عن تاير مارتن ميديا، هذا الوسط راح يعتبر كوسط اختياري يعمل على تثبيت النيسيريا الغير ممرضة. وايش يبقي؟ راح يبقي النيسيريا الممرضة، يعني يميزك النيسيريا الغير ممرضة، النيسيريا الممرضة يعني يثبتك النيسيريا الغير ممرضة ويبقي النيسيريا الممرضة. ليش؟ لأن إيش يحتوي هذا الوسط؟ يحتوي على فانكومايسين مضاد حيوي طبعا هذا، وكوليستين أند نايستاتين. طبعا الكوليستين والنايستاتين هذول عبارة عن مضادات حيوية، اثنين يستخدمون ضد الفطريات، يعني أيضا يستخدم ضد الفطريات، أيضا يستخدم هذه المضادات أيضا يستخدم ضد الفطريات أيضا. فأدنى النايستاتين وأدنى الكوليستين بإضافة إلى فانكومايسين تترك مثبطات للنيسيريا الغير ممرضة وتبقي النيسيريا الممرضة. وهذا وسط يعتبر وسط اختياري، يعني هذا جدا مهم جدا مهم، يعني تركزوا لي على هذا الوسط، الوسط الاختياري للنيسيريا الممرضة. شنو هو؟ هو عبارة عن ثاير مارتن ميديوم. ليش؟ شنو ليش هو يعتبر اسمه وسط اختياري؟ لأنه يثبط نمو البكتيريا الغير ممرضة، يبقي البكتيريا الممرضة من مجموعة النيسيريا. السبب لأنه يحتوي على إيش؟ يحتوي على مضادات حيوية اللي من المهم اللي هي أن النايستاتين والكولاستين والبانكومايسين. زين طلابنا، نأتي إلى الباثوجينيستي الإمراضية. Gonococcus is a specific human pathogenic causing، يعني تكون يعني متخصصة سبب يعني بصورة يعني specific متخصصة مرض تصيب الإنسان، بصورة متخصصة سبب يعني مرض الإنسان. من هنا مرض تصيب الإنسان شنو هي؟ أولا رقم 1 venereal disease،
كول قولوا قولوا رأي يعني السبب أمراض تناسلية من هنا بيزيد يعني أمراض تناسلية أو بتسمى سبب جونوريا من اسمه من اسمه نسير جونوريا معناته جونوريا معناته إنه أمراض تناسلية يعني من آخر من هنا بيزيد أمراض تناسلية نمبر تو كوتينيوس ليجن آفات جلدية السبب آفات جلدية صيب الجلد أمراض جلدية السبب نمبر ثري إنال كانال إنفكشن يعني السبب التهابات القناة الشرجية سبب إصابات القناة الشرجية لهذا يسمى سبب بالجونورية أو يعني سبب أمراض تناسلية لأن يعني الصيب الأعضاء التناسلية وكذلك الصيب القناة الشرجية لأن القنال إنفكشن وإضافة إلى كوتينيوس ليجن اللي هي الآفات الجلدية الصيب أمراض جلدية هذه من ناحية الباثوجينستي الإمراضية لهذه البكتيريا من ناحية الكلينيكال سامبلز العينات السريرية طبعا العينات السريرية تختلف عن العينات السريرية اللي أخذناها لجنس من الجينيتس نلاحظ الصيب سبيريترال ديسجارج سيكريشن عفوا تسبب التهابات إفرازات التهابية يريد الحليل يريد يعمل تحليل يريد ديسجارج سيكريشن يعني سبب التهابات إفرازات الحليل يورين تاب الالتهابات الإدرار يورين وسيمن وسواب فروم جينيتال تراكت يعني العينات اللي راح ناخذها إما ناخذها من إفرازات اللي راح يفرز الحليل الإدرار أو من يورين الإدرار أو من السيمن سائل منوي سواب فروم جينيتال تراكت أو ناخذ مسحات من قناة التناسلية يعني من ندخل مسحات بس من السواب فروم جينيتال تراكت من القناة التناسلية أو عينة الإدرار أو من السيمن المنوي بالإضافة إلى إبرازات الحليل هذه العينات تكون موجودة في هذه هذه البكتيريا لابراتوري دياجنوستيك تشخيص مختبري جرام ستينينج سمير فور بلونت ديسشارج وود شو جرام نيجاتيف لبلوكوكاي إذا لاحظ أن تكون البكتيريا تكون سالب سبدوغرام ثم قلنا تناخذ من مسحة السمير أو جرام ستين سبوت جرام ستين لازم السمير المسحة تكون تكون براقة طبعا اللون ما تكون براقة لأنه مثل ما قلنا في البداية إنه يا تميل اللون الرصاصي غراي ويت يعني تكون مائل اللون الرصاصي الأبيض ولهذا تلاحظ تكون براقة بالسمير من مسحة السمير على السلايد لاحظ تنطي لون براق يعني أبيض الرصاص براق على الأجساد ونلاحظها بالمجهر ولهذا تكون جرام نيجاتيف سالب سيدوغرام بإضافة إنه تنطي لون رصاصي الأبيض يعني لون براق على الأجساد اللي يعرفها صف المجهر نأتي إلى الهيماتولوجيكال تيست إنكلودينج نفس الحالة مثل ما أخذنا من ناحية النسيج من الجلسة سبب زيادة في كريات الدم البيضاء المتعادلة نفس الحالة أقول DRC يعني differential leukocyte count عدد تفريق كريات الدم البيضاء for neutrophil containing increase يعني زيادة في عدد كريات الدم البيضاء المتعادلة لأن يعني ثلاث أنواع من كريات الدم البيضاء يعني عندنا متعادل الحامضي والقاعدي هون راح تكون متعادلة يعني تزيد بسبب في عدد كريات الدم البيضاء المتعادلة YBC for leukocytes containing more than 1,450,000 cells يعني إنه زيادة في عدد كريات الدم البيضاء اللي هي تكون أكثر من سب زيادة في عدد كريات الدم البيضاء تكون عدد أكثر من 15,000 خلية يعني سب زيادة في كريات الدم البيضاء أكثر من 15,000 خلية هاي من ناحية الهيماتولوجيكال تيست من ناحية النمبر 3 البايوكيميكال تيست زاد البايوكيميائية نمبر 1 it's the ferment glucose with formation acid only تخمر السكر الجلوكوز وتكون حامض فقط بس نقطة مهمة هوني انه فرق عن الناسيري من الجديدس انه الناسيري جونوريا ما تخمر سكر المالتوز ناسيريا جونوريا لا تخمر سكر المالتوز
لا تخمر سكر المالتوز. بينما النسيج من انتيديتس تخمر سكر المالتوز. إذا فرق ما بين اثنين، نسيج جونوريا لا تخمر سكر المالتوز، بينما نسيج من انتيديتس تخمر سكر المالتوز. المالتوز عفوا، سكر المالتوز، هذا فرق رئيسي. وأدنى بي أكسيد أكسيد أكسيدايز بوزيتيف، أكسيدايز بوزيتيف. لاحظ أن فحص الأكسيدايز هيكون موجب. هناك بالنسيريا من انتيديتس لاحظنا انه هي من ناحيه انه اوكسيدس بوزيتيف وكاتاليس بوزيتيف. هوني بالنسيريا جونوريا لاحظ انه كاتاليس ماكو كاتاليس، ماكو فحص كاتاليس، ماكو كاتاليس نيجاتيف، فقط اوكسيدس بوزيتيف، فقط عندك كاتاليس قصدي عفوا اوكسيدس بوزيتيف، يعني انه هي بالاوكسيدس بوزيتيف فقط. نسيريا جونوريا فحص الأوكسيديز سيكون بوزيتيف، بينما هناك بالنسيج من الأنتيديز سنلاحظ فحص الموجب اللي هي أوكسيديز بوزيتيف والكاتاليز بوزيتيف. أعزائنا الطلبة، نحن إلى هنا تنتهي محاضرتنا. عندنا سؤال استفسار إن شاء الله أتواصل معاكم، إما راح نعيد المحاضرة على السريع مرة أخرى أو عن طريق الرسائل أو عن طريق احتمال أن نتواصل معكم إن شاء الله مستقبلا في المحاضرة القادمة أو طريق على الساحل. عندي سؤال استفسار أنا حاضر إن شاء الله، وإن شاء الله تكون هذه المحاضرة واضحة ومفهومة لدى الجميع. الأشياء المهمة لهذه المحاضرة طبعا شكل البكتيريا، من ناحية فرقة يعني من نسيريا من الجنس نفرق عن نسيريا جونوريا، إنه هذيك تصيب تم السحايا، هذه تصيب الجهاز التناسلي، هذه تكون غير طبعا غير محلل الدم، طبعا اثنين راح يكون غير محلل الدم. من ناحيه انه السكر اللي مثل ما قلنا المالتوز هوني من منتجر صح تكون مخمره سكر المالتوز، ما راح تكون مخمره سكر المالتوز. هوني نلاحظ انه النسيج الجلوريه تكون مستمره يعني براقه، يعني ذات لون رصاصي ابيض، اذا لاحظناه على الوسط او اذا لاحظناه من خلال فحص الاستايد تكون براقه. بالاضافه ذاك الشكل النسيج من جيتس تميز تكون جلوكوكاي، تكون حوافها مسطحة دائرية مسطحة. وهون نلاحظ إنه تكون مستعبراتها أو شكلها تكون بشكل أزواج تشبه حبة فاصوليا. تركزوا لي على الفحوصات الكيميائية مالتها وعلى شكلها، بالإضافة إلى إنه الباثوجينز الإمراضية مالتها طبعا تركزوا لي عليها. ولو عنده سؤال أو استفسار إن شاء الله أنا حاضر. وأهم شيء عندنا الوسط الثاير مارتن ميديوم، هذا وسط مهم جدا بالنسبه للنسريه، لانه اكو نسريه ممرضه اكو نسريه غير ممرضه، بس ثاير مارتن ميديوم يعتبر كوسط وسط اختياري يضبط البكتيريا الممرضه ويبقي البكتيريا غير ممرضه من 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 جنس النسريه. والى هنا اعزائنا الطلبه تنتهي محاضرتنا، وشكرا لاصغائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.